الحصة الخامسة دعم الدرسين 21 و22. أولا أحسب وأكتب وأكتب أحسب وأكتب في دفتري. هنا 9 على 12 زائد 1 على 8. لاحظوا جيدا هنا بالنسبة للكسر الأول 9 على 12 زائد 1 على 8. المقام، لاحظوا المقام، عندنا هنا المقام 12 والمقام 8. نشوفوا العدد الأول واش ممكن الاختزال ديالو، ممكن الاختزال ديالو. العدد الثاني واش ممكن الاختزال ديالو؟ لا. إذن 9 على 12، 9 على 12 هي 3 في 3 على 3 في 4، 4 اللي زائد 1 على 8. إذن هنا غنختزلو بثلاثة، تبقى عندنا 3 على 4 زائد 1 على 8. إذا المقام الموحد هنا هو 8، 8 يقبل القسمة على 4، المقام الكبير هو 8، 8 يقبل القسمة على 4، إذا المقام الموحد هو 8، طبيعة الحال، 4، شنو العدد اللي ضربناه في 4 باش يعطينا 8؟ ضربناه في 2، إذا 3 ضربناه في 2، نضربوا البسطة ونضربوا في 2، يعطينا 6، إذا 6 زائد 1 على 8 يعطينا 7 على 8. إذن هذا هو الجواب الأول. ثانيا عندنا 5 على 3 زائد 3 على 4. نشوفوا أكبر مقام، مقام 4، 4 واش كيقبل القسمة على 3؟ لا. إذن غنديروا المقام موحد، غيكون هو الجداء ديال المقامين، 3 في 4 يعطينا 12، وثلاثة في أربعة يعطينا 12. إذا هنا 3 في شحال ضربنا باش حصلنا على 12؟ ضربناه في 4، إذا البسط غنضربوه في 4 يعطينا 20. بالنسبة للمقام الثاني 4 ضربناه في 3 عطاتنا 12، والبسط نضربوه في 3 يعطينا 9. وغنديروا العامل بطبيعة الحال، هنا ولا عندنا المقام واحد، إذا غنجمعوهم 20 زي 29 على 12. واش ممكن نديروا الاختزال؟ لا. ندوز ثالثا، عندنا 7 على 5 زائد 3 على 4، المقام الكبير اللي هو 5، واش 5 كيقبل القسمة على 4؟ لا، راه كيقبل القسمة على 4 ولكن يعطينا الفاصلة، يعطينا عدد عشري، حنا بغينا يكون الخارج يكون صحيح طبيعي ما يمشي عدد عشري، إذا 5 ما كيقبلش القسمة على 4، المقام الموحد غيكون هو جداء المقامين اللي هو 5 في 4 هو 20. مزيان، ونشوفوا العدد الكسري الأول 5 شحال ضربناه؟ شحال ضربناه باش حصلنا على 20؟ ضربناه في 4، إذا البسط غنضربو في 4 يعطينا 28. زائد بالنسبة للعدد الثاني 4 شحال ضربناه باش حصلنا على 20؟ ضربناه في 5، إذا البسط ديالو غنضربو في 5، 3 في 5 هي 15. وندورو العملية بطبيعة الحال، ملي عندنا المقام واحد اللي هو 20، غنجمعو 28 زائد 15، 8 زائد 5 13 نحتفظ بواحد، 2 زائد 1 3 والاحتفاظ 4، إذا 43 على 12. واش ممكن نختازلو العدد؟ ميمكنش نختازلو العدد. ندوزو للتمرين العددين الآخرين، عندنا هنا المقام هو 7، طبيعة الحال العدد الأول 5 على 7 والعدد الثاني 4 على 7، عندنا نفس المقام، طبيعة الحال ملي عندنا نفس المقام غتكون العملية ديال الجمع ساهلة، غنجمعو غير البسطين، 5 زائد 4 هي 9. مزيان، واش ممكن نختزلو؟ لا يمكن الاختزال ديالو. ندوزو للتمرين الثاني، 5 على 4 زائد 4 على 7، أكبر عدد اللي هو أكبر مقام اللي هو 7، 7 واش كتقبل القسمة على 4؟ لا. إذا المقام محال غيكون هو جداء المقامين، 7 في 4 هي 28. ونطرحوا السؤال، 4 في شحال ضربنا باش حصلنا على 28؟ ضربناها في 7، إذا البسط غنضربوه في 7 تعطينا 35. ندوزو للعدد الكسري الثاني، 7 في شحال ضربنا باش حصلنا على 28؟ ضربناه في 4، إذا البسط ديال نفس ديال الكسر غنضربوه حتى هو البسط غنضربوه في 4، 4 في 4 يعطينا 16. وندوزو عملية الجمع، المقام محال هو 28، و 5 زائد 6 11 نحتفظ بواحد، و 3 زائد 1 4 وواحد الاحتفاظ هو 5، 51 على 28، بطبيعة الحال ميمكنش نختازلوه. ندوزو للعدد الثاني، عندنا هنا 1
زائد 2 على 4. واحد بالنسبة لنا شنو واحد؟ واحد هو واحد على واحد، هو البسط، البسط واحد، والمقام طبيعة الحال واحد، واحد على واحد هو واحد. إذن واحد على واحد زائد 2 على واحد، المقام الكبير هو 4. 4 كتقبل القسمة على واحد، نعم، إذن المقام الموحد هو 4. وندير العملية اللي هي عملية الزائد. البسط ديال المقام ديال العدد الأول، العدد الكسري الأول، ضربناه في شحال؟ وصلنا على 4، ضربناه في 4. إذن البسط ديالو نضربوه في 4 غنحصلوا على 4. إذن 4 على 4 كتساوي 1 على 1 كتساوي 1، زائد هنا العدد 4 ضربناه في 1 عطاتنا 4، و 2 ضربوها في 1 غتعطينا 2، غتولي عندنا العدد هو 6 على 4. 6 على 4 نختازلوها، هي 3 في 2 على 4 هي 2 في 2. شوف هنا اختزال، هنا باش نختازلو نختازلو ب 2، غيبقى عندنا الخارج هو 3 على 2. ندوزو للعدد الاخر، عندنا 7 على 9 زائد 5 على 6. طبيعة الحال هنا العدد الكبير المقام الكبير هو 9، 9 واش كيقبل القسمة على 6؟ لا، راه كيقبل القسمة على 6 ولكن غيعطينا خارج عشاري، حنا بغينا يكون خارج صحيح طبيعي. إذن المقام موحد غيكون هو الضرب ديال المقامين، 9 في 6 54. واش غناخدو؟ طبيعة الحال 9 في شحال ضربنا؟ حصلنا على 54 ضربنا في 6، إذن البسط غنضربو في 6، 7 في 6 غيعطينا 42. 6 العدد الكسري الثاني، 6 في شحال ضربنا؟ حصلنا على 54 ضربنا في 9، إذن البسط ديالها غنضربو في 9 يعطينا 45. وبطبيعة الحال غنقومو بعملية الجمع مادام عندنا المقام موحد. عندنا 2 زائد 5 7، و 4 زائد 4 8. واش ممكن الاختزال ديال العدد؟ لا. ندوزو للعملية الأخيرة اللي هو 11 على 3 زائد 12 على 13. عندنا العدد البسط المقام الكبير هو 13، 13 واش كيقبل القسمة على 3؟ لا. إذا المقام موحد غيكون هو جداء العددين أو المقامين 13 في 3 هي 39. ونطرحوا السؤال، 3 شحال ضربنا باش حصلنا على 39؟ ضربنا في شحال؟ ضربنا في 13. إذا غناخذوا 11 البسط وغنضربوا في 13، شوف لاحظوا معايا 11 في 13، 3 في 1 3، 3 في 1 3 الجزء لا، 1 في 1 1، 1 في 1 1 3 4 1 هي 143. مزيان، ندوز للعملية الثانية، 13 في شحال ضربنا باش حصلنا على 33؟ ضربنا في 3، إذا البسط هو نضربو في 3 يعطينا 36. بطبيعة الحال نفس المقام اللي هو 39، ونجمعو 3 زائد 6 9، 4 زائد 3 7، و 1 زائد 0 1، 179 على 39. مزيان، ندوزو للتمرين رقم 2. جو calcul et j'écris la réponse. هنا عندنا 3 على 2 ناقص 1 على 2 نفس المقام بطبيعة الحال، غتكون العملية سهلة، 3 ناقص 1 هي 2 على 2، نفس العدد، العدد في البسط هو نفسه في المقام، إذا يساوي 1، أي عدد درناه على نفسه كيعطينا 1، 3 على 3 1، 4 على 4 1، 2 على 2 1، إلا عدد واحد اللي هو 0 على 0، 0 على 0 ما كاينش في الأعداد الكسرية. ندوز بالنسبة الواحد ناقص 3 على 4، المقام موحد هو 4، هنا غنضربو في 4، ضربنا واحد في 4، إذا الفوق ديالو نضربو في 4 ناقص 3 هي 1 على 4. ندوزو للسؤال الثالث، عندنا هنا 9 في المقام وهنا 7 في المقام، هنا راه الطرح 9 مقسمة على 7 ميمكنش غيعطينا عدد عشاري، إذا المقام موحد هو 9 في 7 هو 63. ونديرو الطرح، 9 شحال ضربنا باش حصلنا على 63؟ ضربنا في 7، إذا 7 البسط ديالها نضربو في 7، 7 في 7 49 ناقص 7 ضربناها في 9 حصلنا على 63، 7 ضربناها في 6 في 9 حصلنا على 63، 5 نضربوها في 9 غنحصلو على 45. إذا المقام واحد اللي هو 63، ونديرو الطرح، 9 ناقص 9 0، و 4 ناقص 4 0، إذن الجواب هو 0.
تابع معايا هنا 11 على 3 ناقص 9 على 3 نفس المقام، النقص المقام واحد هو 3 و 9 11 ناقص 9 هو 2 على 3. ندوز العملية الأخرى، عندنا 7 على 12 ناقص 3 على 8، المقام واحد هنا المقام واحد 12 ما تقبلش تقسمها على 8، إذا المقام واحد هو 24 ناقص، إذا 12 شحال ضربنا خصنا على 24 ضربناها في جوج، إذا 7 غنضربها في جوج تعطينا 14، 8 شحال ضربناها باش حصلنا على 24 ضربناها في 3، إذا الفوق ديالها اللي هو البسط غنضربو في 3 تعطينا 9 ونديرو الناقص، نفس المقام واحد 14 على 24 ناقص 9 على 24 تعطينا 5 على 24، إذا هنا ما يمكنش لينا نديرو اختزال. ندوزو العملية الأخرى، 5 على 3 ناقص 3 على 4، عندنا هنا 4 ما كتقبلش تقسمها على 3، إذا المقام واحد غيكون هو 4 في 3 اللي هو 12، غنضربو المقام في المقام، 12 ناقص 12، إذا هنا نفس المقام واحد، وحدنا المقام ديال 3 ضربناه في 4 عطانا 12، و 4 ضربناه في 3 عطانا 12، ودرنا الطرح بيناتهم، إذا 3 ضربناه في 4 عطانا 12، إذا 5 نضربها في 4 تعطينا 20، عندنا 4 ضربناه في 3 عطاتنا 12، 3 غنضربو في 3 تعطينا 9. ونديروا العملية 20 ناقص 9 هي 11 على 12، وطبيعة الحال ميمكنش لينا نختازلو. ندوز العملية الأخرى اللي هي 7 على 5 ناقص 1 على 4، عندنا 5 ما كتقبلش القسمة على 4 ولا قسمنا غتعطينا عدد عشري، حنا ما بغيناش عدد عشري، إذا المقام واحد هو 4 في 5 هو 20، مزيان. إذا نشوف هنايا، هنا 7 على 5 المقام هنا ضربنا في 4 عطاتنا 20، إذا الفوق غنضربو في 4 7 في البسط في 4 يعطينا 28، مزيان. بالنسبة لهنا 4 ضربناها في 5 عطاتنا 20 يعني المقام، والبسط غنضربو في 5 يعطينا 5، ونديرو العملية ديال الطرح، 8 بطبيعة الحال ملي عندهم المقام واحد غنديرو الطرح مباشرة، 28 ناقص 5 هي 23 على 20، ما يمكنش لينا نديرو اختزال عاوتاني هنا. لاحظوا جيدا هنا، 5 ناقص 3 على 7، المقام واحد هنا بطبيعة الحال هنا عندنا واحد، 5 هي 5 على 1، المقام واحد هو 7، ونديرو الطرح 7، المقام واحد هو 7، إذا واحد شحال ضربنا خصنا على 7؟ ضربنا في 7، إذا البسط غنضربو في 7 يعطينا 35، ناقص 7 شحال ضربنا خصنا على 7؟ ضربنا في 1، إذا نضربوا البسط في واحد عطينا 3، ونديروا الطرح، 35 ناقص 3 هي 32 على 7، وميمكنش لينا الاختزال، وشكراً.